الاستاذ عبد الله غراب رئيس شعبه مخابز. مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم. هل هناك اي تاثير على العيش بعد السولار وغيره؟ من غير شك طبعا سعادتك تعلم ان بالنسبه لرغيف العيش البلدي المدعم طبعا احنا بنستخدم حوالي 15 لتر ب2 جنيه يعني 30 جنيه في الشوال الواحد. يعني احنا طبعا اعتدنا ان الوزاره مشكوره عشان تثبت سعر رغيف العيش كما هو بترفع او بتتحمل الدعم اللي هو او الزياده في اسعار السولار اللي هي زادت. ده بالنسبه خاص بالخبز البلدي المدعم. طيب الخبز البلدي المدعم لا زياده على الاطلاق مش كده؟ لو قيمه الدعم اكيد الدوله هتتحمل. الدوله مش ولا عندها ماشي. حاجه تانية؟ لا انا يعني ما انا بقى انت عارف يعني انا واضح مع وزاره التموين والدكتور شريف فاروق وزير التموين قال لكم ايه يا فندم من امبارح؟ لا يعني هو اعلن ان يعني تثبيت سعر رغيف العيش تثبيت معنى تثبيت وهو بيتحمل. ايوه عظيم. الفارق ده الفارق ده زاد عليكم قد ايه؟ يعني الفارق ده هو احنا زاد علينا 30 جنيه في كل شوال في كل شوال يعني باذن 10 بيزاد عليه 300 جنيه. طيب حلو. فالمبلغ ده المفترض ان وزاره التموين هتتحمله او هيئه السلع. يعني وزاره التموين هيئه السلع موازنه الدوله ايا من كان المنفذ او المصرف المالي. لكن عشان نثبت سعر رغيف العيش بنفس السعر اللي هو 20 قرش سعادتك يبقى الدوله تتحمل قيمه الزياده التي طرات على السولار اللي طرات من امبارح. بالظبط كده. طيب يعني لكن حتى ساعه تاريخه ايوه يعني ما فيش حاجه يعني لا جديد. يعني طبعا احنا بننتظر يوم اثنين لما نشوف الدنيا فيها ايه وبعد كده بنتحرك معاهم يعني وان شاء الله يكون خير الايام اللي جايه. كله خير يا باشا على ايديك. ماذا عن العيش الحر او العيش السياحي او هو ده الكلام بقى. أيوة. العيش الحر او العيش السياحي طبعا سعادتك استاذنا احمد بيه وسعادتك يعني عارف ايدك في كل كبيره وصغيره ويعني ما شاء الله عليك يعني العيش الحر طبعا او العيش السياحي طبعا يعني هيتحرك محدش يقدر يقول اتحرك لكن النسبه ان شاء الله مش هتبقى يعني النسبه الكبيره. واحنا بنحاول ان احنا برضو يعني نعمل لقاءات يعني خلال يوم او اثنين مع زملائنا اللي هم منتجين الخبز السياحي او الخبز الافرنجي او الاخره ان احنا برضو نحسب معاهم قيمه الزياده عشان الامور برضو ايه ما يبقاش فيها يا يعني. يا حاج عبد الله دلوقتي انتوا كشعب عملتوا الحسبه من امبارح كام طلعت معاكم؟ هي الحسبه سعادتك انا بقول لمعاليك لا إن احنا خلاص عندنا دلوقتي اللي هو بتكلم على الحر دلوقتي والسياحي. ما هو الحر ده لسه لحد الوقت يعني احنا ان شاء الله خلال يعني يوم او اثنين نكون خلصنا يعني بنسمع وجهات نظر الافرنجي وجهات نظر الخبز السياحي والاخره لحد ما نحسب الزياده ونعلن عن السعر ان شاء الله. يعني على سيادتك دلوقتي الله تعالى العيش الرغيف اللي بنجيبه ب 2 جنيه ممكن يبقى بكام؟ يعني 2 وربع لا مؤقتا يعني زي ما هو يوم او اثنين على ما يتم الاتفاق على زياده اللي هي ما قيمه ما زياده السولار. يعني الناس النهارده اشتروا بكام ولا من امبارح اشتروا بكام؟ لا النهارده الناس اشترت بنفس السعر بنفسه يعني عممتوا بيان كده انه ما حدش يزود قلنا يوم او اثنين على ما نطلع بيان بالكلام ده ان شاء الله بحيث يعني يبقى الامور مستقره ان شاء الله. وهل المخابز التزموا؟ طبعا. طب لا والله برافو لو كانوا التزموا. لا ملتزمين طبعا يعني. يعني التزموا ما زودوش من امبارح. النهارده ما زادش حاجه ولا امبارح وسعادتك ليك مصادرك واسال وانا اللي بقول لسعادتك هذا الكلام. لا انا حضرتك بالنسبه لي ثقه يعني مش هسال ورا حضرتك. لا تحت امر سعادتك يعني. طيب بنتكلم على بكره ولا بعده هتطلعوا الزياده قد ايه في الحر او البلد ان شاء الله او السياحي. اه بشكرك شكرا جزيلا.